يهرب هؤلاء من جحيم لآخر. المهاجرون الأفارقة إلى اليمن وجه آخر من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي لم تعد مقتصرة على اليمنيين. مواقع إخبارية يمنية فتحت ملف تورط الميليشيات مع عصابات تهريب البشر وتحقيق مكاسب كبيرة منها. المهاجرون غير القانونيين يأتون أساساً من دول إفريقية تعاني اضطرابات داخلية أو حروباً أو مجاعات، وبالتأكيد تدني مستوى المعيشة. على رأس هذه الدول التي يتحدر منها المهاجرون الصومال وإثيوبيا الذين يسلكون طريق البحر رغم ما يتعرضون له من أهوال قبل أن يحطوا الرحال في مناطق سيطرة الحوثيين. من هناك ينقلهم المهربون بالتنسيق مع الميليشيات إلى محافظة صعدة كمحطة أخيرة قبل محاولة التسلل عبر الحدود إلى السعودية كما تقول المواقع اليمنية. عمليات سرية تحقق للميليشيات مئات آلاف الدولارات، حيث يدفع الشخص الواحد قرابة 1500 دولار. عمل عصابات التهريب لم يقتصر على الأفارقة القادمين إلى اليمن، بل يشمل أيضاً مهاجرين كانوا وصلوا إلى اليمن قبل اندلاع الأزمة، وباتوا يسعون للهرب إلى أي جهة أخرى بأي ثمن.